رائعة. لكن اسمحوا لها يسمحوا لنا ينضم الينا هاتفيا. طبعا هي مش موجوده في مصر عشان كده هي مش معانا. الفنانه هيفاء وهبي، مساء الخير. مساء الخير. وحضرتك بألف صحة وسعادة، مبروك نجاح العمل. دي أول تجربة ليكي فيديو يا أستاذة هيفاء، مش كده؟ نعم، أول تجربة. محمد، إحنا بس الصوت لو نسمع حضرتك أوضح شوية يا جماعة لو سمحتوا. اتفضلي هيفاء. أنا مجتمع بوضوح كده. نعم، معرفش لو سمعيني. هيفا، فكرتي في الدور ده ازاي؟ كنتي قلقانه منه واشتغلتي عليه ازاي مع سامي؟ يعني تقولي لنا كده الكواليس، الشغل بدا ازاي للدور ده، وخاصه زي ما احنا عارفين دلوقتي ان الشغل ما بداش بس لما بدات، يعني حتى قبل الكتابه للنص كنتوا اشتغلتوا مع بعض شويه. يعني انا طبعا عشان هو دور حميده لدور شويه صعب، كنت طبعا خايفة من التجربة، لأن مش عارفين كتير، عشان بالتحديد الدور ده كان عايز تحضير نفسي قبل حتى ما نكمل الكتابة. وكان كان ليه فضل كبير، حضرني نفسيا قوي لحبيبة، كان هو شايفها بطريقة معينة، وكان بيحضرني نفسيا معنويا على الاساس، يعني على النوع ده من الشخصيه اللي هي مرت بتجارب معينه خلتها تتغير مع الظروف لغايه ما وصلت انها تبقى حبيبه اللي بتحقق معانا. بس احنا ما كنا حيرانين قوي يا هيفا، انت كنت بتحبي مين؟ يعني احنا مش عارفين مين قصه الحب الحقيقيه في كل التوليفه دي، يعني مرت فعلا بمراحل كتير مع اشخاص وابطال كتير، فكنا محتارين هي هيفا كانت بتحب مين؟ حمزه. صحيح، لانه هي حبيبه مش شبه ناس كتير، او ممكن تكون شبه ناس بتتفرج على المسلسل مصدقاها قوي، ممكن تكون شبه ظروف ناس كتير بنات مروا بالمراحل دي، او ممكن شخص مرحله معينه تفكر ناس بتجربه عدت معاهم. قبل ان كل ده يمر يعدي يحصل مع شخص واحد، وهنا كانت الصعوبه. الشخص اللي قاعد قدامك دلوقتي انا عايزه اقول له ميرسي كتير، لان هو كتير ساعدني في التعود عشان اعرف الاقي اللي حبيبه نفس، ألاقيها صوت، ألاقيها شخصية، ألاقيها عمق من غير ما تتكلم كتير. يعني ممكن يعني مع كل شخص كان عندها إحساس معين. هيفا